سبع حقائق ما تعرفهاش عن بنزين 92. يعني انت عارف مثلا ان مصر تعتبر تاني ارخص دولة في الدول العربية في سعر البنزين بعد الكويت؟ طب عارف ان الدولة بتدعم حوالي 6 جنيه لكل لتر بنزين؟ يعني 55% من قيمة المنتج مدعوم من الدولة، ومصر بتستورد حوالي 40% من الكميات المستهلكة سنويا. يعني التكلفة السنوية على الدولة لدعم بنزين 92 حوالي 10.443 مليار جنيه سنويا. وتكلفة الفرصة البديلة لو ما استهلكناش بنزين 92 وبعناه في السوق العالمي هتكون 13.367 مليار جنيه سنويا. ده كل الأرقام دي لو سعر برميل البترول 77 دولار. ومن المتوقع جدا انه يرتفع خلال السنة الجاية نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية. طب ايه هي الإجراءات اللي اتخذتها الدولة لمجابهة الزيادة المتوقعة؟ زيادة معامل التكرير لسد فجوة الاستيرادية، إطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية للمنتجات البترولية، التخطيط لتحويل المنشآت الصناعية الكبرى لاستخدام الغاز الطبيعي، وإجراءات تانية كتير بتقوم الدولة بدراستها لتقليل العبء على المواطن. الدولة بتبذل كل جهد لتصحيح مسار الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل للشباب لضمان حياة أفضل لكل المصريين.